أهلا وسهلا. في حلقة هذا المساء بإذن الله سوف نتحدث عن الريحان أو شجرة الريحان التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. شجرة الريحان من الأشجار التي تنتشر في غابتنا، وهي شجرة دائمة الخضرة وتنتج ثمارا صغيرة الحجم سوداء. فمن منا لا يعرف ذلك الغصن الأخضر الذي نزين به أسوار الحدائق، وله رائحة عطرة وله فوائد كثيرة، نذكر منها أنه مقوي عام للقلب، مطهر للمجاري التنفسي والقصبات الهوائية، فاتح للشهية ومضاد للإسهال. وأثبتت الدراسات أن أوراق الريحان لها تأثير مضاد للبكتيريا، كما ثبت أن لها تأثير على النوم حيث يزيد فترة النوم، كما ثبت أنها أيضا تخفف من أعراض البرد والأنفلونزا. وأيضا يستعمل زيت الريحان على نطاق واسع لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، ويستعمل في التدليك والتجميل. سنتعرف على منافع شجرة الريحان بمعية فضيلة الدكتور محمد الفايد، الخبير المتخصص في علم التغذية، دائما مشكورا. قبل ذلك أذكر المستمعين الكرام بالبريد الإلكتروني لطرح الأسئلة، نخل رمان @snrt.ma، أو التواصل معنا عبر صفحة البرنامج الموقع الاجتماعي الفيسبوك، ولبلوج الصفحة يكفي أن تكتبوا نخل رمان إميسيون. دكتور، أنا لم تردني أسئلة يعني عبر الفيسبوك ولا عبر البريد الإلكتروني، لأن غالبية الناس ذكرت أن لم تعرف الريحان، كلهم يقولون الحبق أو البازيليك. على عين فضيلة الدكتور محمد الفايد، نبتة الريحان ذات الرائحة الزكية والعطرة لا أحد يهتم بها، نجدها تباع كباقات أمام المقابر لكي توضع فوق الأضرحة، يعني هذا هو الاستعمال الموجود الآن. إذا ما هي منافع الريحان؟ نعم، ولذلك فعلي بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك اخترنا هذا الموضوع لأن هذه الشجرة لا غير معروفة، وهي الذي يقرأ القرآن في المصحف لا يمكن أن لا يقرأ سورة الرحمن. أكيد جميع المسلمين في العالم حتى اللي ما عمره ختم القرآن، فسورة الرحمن كل شيء الناس قارينها وكل شيء الناس كيعرفوها. نعم. هي اللي كتردد فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن الله سبحانه وتعالى كيقرأ هناك، يقولنا يعني كيوضعنا قدام الأمر الواقع أمام الحجة اللي كنشوفوها بعيننا، يعني هذا فهذه هو علي وضع لنا حجج ما كانش محتاجين هذيك الساعة الميكروسكوب ولا محتاجين التلسكوب ولا محتاجين أي شيء ولا هذه التكنولوجيا الرقمية باش نعرفوها. هذه يعني ضرب لنا أمثلة بالسماء، هذا السماء يعني وقال نهزوا عينكم، يعني رفع السماء بغير عمد ترونها، هكذا يعني بلا 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 آلة بلا تجعل. فالأشجار المذكورة في القرآن الناس لا يمكن أن يقرأوا شيئا في هذا المصحف ثم لا، سبحان الله، هو القرآن جاء لنحيا به لنعيش به لنستعمله، لا يكون القرآن هكذا موضوع في المنزل فوق يعني المكان عالي لكي لا نضع فوق شيء. هذه متواتر، أشياء متواترة، وهذه الأشياء ثم كما تفضلتي في المقدمة هذا الريحان معروف أنه كانوا كيغسلوا به الموتى، وأنه يوضع على القبور، وأنه كيتزرع في المقابر، هذه أشياء خاطئة. وهذه المسائل هذه يجب يعني على الناس أن يقرأوا هذا القرآن هذه ليس كأي قراءة. شوف ملي مثلا كتوصلي برسالة من عند شي حد، من عند أخوك ولا أبوك ولا شي واحد في العائلة يوصل لك رسالة، ديك الفرحة باش كيفتح للشخص الرسالة، ثم ديك اللي خصو يقرأ السطور ويقرأها ويعودها، أشنو جاء أشنو ماذا يخبره في هذه الرسالة. الرسالة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا رسالة فيها 60 حزب 30 جزء، وهذه الرسالة لما نفتحها ونقرأها هكذا. يجب أن تختم القرآن بقلبك وأن تختم القرآن بأعمالك وأفعالك. أكيد. هذا هو الختم ديال القرآن. ولذلك أنك تتلو القرآن هكذا غير تتلو القرآن، لا، شوف لماذا هذه الأشياء يعني تعمدنا احنا يعني نجبدوا هذه الشجرة، لأن الشجرة الوحيدة الغير مثمرة المذكورة في القرآن. شكون واضحين كاين أشجار أخرى جاءت في القرآن غير معروفة مثل اللينة التي جاءت في سورة الحشر، هذه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين، هذه شجرة اللينة
حتى أن الناس دابا كيسميو بناتهم لينا في الجنة أو أي شيء. فثم جاءت الأشجار المثمرة الخمسة المعروفة التي نأكلها هي التين والزيتون والعنب والرمان والتمر. هي التين والزيتون والتمر والرمان والعنب خمسة، هذه أشجار خمسة التي جاءت في القرآن هي التي تتردد دائما. نجد هذه الزيتون والتين والرمان هذه دائما تتردد. هذه الأشجار خمسة يجب الناس أن يعزلوها عن باقي الفواكه الأخرى، لأن الزيتون والتمر والرمان والعنب وهذه أشياء، هذه أشياء لا تشبه الفواكه، رغم أن الفواكه الأخرى كذلك جاءت مجملة ومعممة في النحل. هذه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، يعني حتى الفواكه الأخرى كينا البرقوق والمشماش، ومن كل الثمرات يعني ما جاءت في اسم عام اسم جمع، يعني جاءت من كل الثمرات جاءت معم. لكن هناك أشجار جاءت بالاسم، وأقسم الله بشجرتين هما التين والزيتون هذه. وجاءت آية فيها شجرة وآية فيها شجرتين وآية فيها ثلاث أشجار. فأنت ترى عديد من القرآن ما نقدروش نعرضوا كل شيء لنستظهروا للناس والآيات لكلهم. هذه مشيوا سورة المؤمنين فيها جنات معروشات وغير معروشات، جاءت مرتين، ولكن غادي يلقاو بأن متشابه وغير متشابه الزيتون والرمان، غادي يلقاو النخل والزرع مختلفا أكله في الآية الثانية اللي كاينة في سورة المؤمنين. يعني ثم يتكلم الله عن اللون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. جاءت أشجار مثمرة ولكن ليست للقوت، ما كيتقوتوش بها الناس، لا مشبعة ولا تنفع ولا أي شيء. يعني هذه الأشجار الخمسة المثمرة تكلمنا عليها، كل واحدة عملنا لها حلقة. بقات لنا الأشجار المثمرة فيها ثمار، هي كتعطي ثمار ولكن ليست للقوت ولا تنفع، اللي جاءت في سورة سبأ اللي هي الأتل والسدر والخمط والأشياء اللي جاءت. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما كانش محسن من هذا أكيد، ليس هناك ما أحسن من هذه الأشياء. هذا قوم متعهم الله سبحانه وتعالى تمشي، يعني ولكن كلوا من رزق ربكم، يعني بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة فيها كل شيء، ذاك الشيء اللي بغيته طيب، مشي أي شيء طيب طيب، عنده واحد جودة عالية، وأن رب يغفر الذنوب، حتى الناس اللي عملوا حاجة واستغفروا الله راه يغفر الذنوب. ولكن فأعرضوا، هنا النقد، كاين نقد ديال هاد الأشياء هذه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما صبروا وهل يجازى إلا الكفور. ولك هذه أشجار جاءت، كذلك الخمط والأتل والسدر هذه جاءت، ولكن هذه جاءت في القرآن نعم، ولكن كان يقمى، يعني بحال الله سبحانه وتعالى نقم هذوك القوم اللي كانت عندهم ديك الجنة وعطاهم هاد الأشجار ما فيها والو. الناس ما غاديينش يعيشوا بالنبق، النبق هذه اللي كنسميو حنا العناب، ما غاديينش يعني ولا يعيشون بثمار الدوم، ولا غاديين يعيشوا بالخمط ولا بالأتل، لا لا, لا يمكن. فهذه الأشياء. ثم هذا مثلا هذا الريحان جاءت في سورة الرحمن، لما الله سبحانه وتعالى علي الرحمن أشفع في رفع السماوات الكون ملي تقاد، والأرض وضعها للأنام. شو التعبير ديال الله سبحانه للأنام؟ هذه الأنام تعني أن كل شيء على هذا الأرض، كل شيء على هذا الأرض. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهات يعني هنا مثل التعبير اللي جاء في سورة النحل أنه معمم، فاكهات فيها البرقوق فيها المشمش فيها الكرز فيها الموز فيها الأشياء هذه فيها البابايا فيها كل شيء. والنخل ذات الأكمام جاءت بالاسم، وعبر على النخل قبل ما يخرج التمر، ذات الأكمام اللي الله هذيك العرجون تي يعني كيخرج منه ذوك الحبيبات الخضراء اللي مازال عاد غدا تعطي ذات الأكمام. والنخل فيها فاكهة النخل، والحب ذو العصف والريحان. هنا ماشي أي حب، إنما الحب اللي عنده العصف، اللي عنده التبن، اللي عنده القش. لماذا؟ لأن هذا الحب ذو العصف هو اللي داخل فيه النشويات القطاني، هما اللي كيخلفوا قش اللي كنعطيو للحيوانات. والحب ذو العصف والريحان، جاءت شجرة لوحدها هكذا يتيمة في القرآن، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن.
وصلاة الرحمن هي اللي فيها كل شيء، فيها الآلاء وهي اللي فيها الجنات وهي اللي فيها يعني العيون اللي غادي نشوف هذا النضاختان، هي اللي فيها العيون اللي غادي نشوفه في الجنة وهي اللي فيها الأشياء هذه. نعم. يعني جاءت هذه الشجرة هكذا في القرآن، يعني تكلمنا على لينا هي الشجرة هذه اللي في الجنة، لكن دائمة الخضرة. نعم. في الأرض، لأن الله كيتكلم على الأرض والأرض وضعها للأنام، أن الريحان هذا من أشجار الأرض من أشجار الدنيا. هذا الريحان مجيئه في القرآن هكذا لا يهتم به الناس ولا يعطونه ولا يعيرونه أي اهتمام. سبحان الله. هذه الشجرة يعني كما تفضلتي في المقدمة هي تطهر. وليس هناك نبات على وجه الأرض يطهر مثل الريحان. تطهر ماذا؟ تطهر كل شيء. سبحان الله. حتى يعني الناس لو الجسم الغسل اللي كيجي الانسان يغسل في الحمام الجسم ديالو كله الى غسل بماء الريحان تتبقى الرائحه ديالو زكيه، تبقى الرائحه طيبه. فهو يطهر الجلد وكيعطي رائحه، ماشي غير تطهير، يطهر وينكيه. وهنا جميع الشركات وجميع العلماء اللي يبحثون في ميدان هذه الفراغرانس، في ميدان العطور وفي ميدان المسائل، يبحثون عن العطور التي لا تضر. علي بعض المرات تقراي على العطر انه مكتوب خالي من الكحول ولا بدون كحول. نعم. لان الكحول كي شويه كيأرق الجلد. ولكن هذا الريحان ماشي غير لا يضر، هو الريحان يطهر ويزكي، زعما كيعطي رائحه طيبه للجسم. ماء الريحان يستنشق به. نعم. يطهر جيوب الانف. ويمضمض به. ويغرغر به. ويشرب. ويقطر في العين وفي الأذن، ويغسل به الشعر والجلد كله يطهر بهذا، يغليه الناس الريحان ويغسلوا به من هو الاخر. دابا مع الاسف حنا في الاخر كنعملوا الصابون، ولكن ملي الناس يغسلوا اخر الماء اللي غادي كنقولوا بالدارجه المغربيه تشل الجسم ديالو يشلل به، اخر الماء اللي غادي يغسل به الشعر ديالو الجسم كله وجهه كل شيء يغسل بهذا الماء هذا ديال الريحان. حتى الرضيع الامهات كيشريو لهذو الولدان الصغار اللي كيرضعوا كيشريو لهم بعد الاشياء من الصيدليه رائحه طيبه وكيطهروا به ولادهم على ان اشياء راقيه وعلى ان علوم. لو هاد الاطفال هادهم اللي بغوا يغسلوا لهم بماء الريحان يكون احسن. نعم جيد. هذه ثم احنا عليا في المغرب كانت عندنا واحد الظاهره، عاده ماشي ظاهره، كنا كنغسلوا الميت بماء الريحان. نعم. علي والميت مات أرض أولى به غادي تدفن، يعني علي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لأمنا عائشة يعني دفنوني في التيب ديالي، قالت يا أمير المؤمنين أو ندفن، قال الحي أولى بهذا التوب الجديد ولو كان رخيص، قال أنا غادي الأرض غادي الأرصة في يعني خلوني في التيب ديالي. فهذا ماشي الميت اللي خاصو يغسل بالريحان، إنما الأحياء هما اللي خاصهم يغسلوا بالريحان. هذا هو شجرة الريحان كيعرفوا الناس هي شجيرة ماشي شجرة. نعم. شجيرة صغيرة كتطلع كتوصل حتى المتر ونص. نعم. بعد مرة توصل جوج الأمتار. هي كاينة في المعمورة، كاينة في جميع المناطق في المغرب ديال الريحان. حتى أنا لقيت بعد بوادي من ناحية بن سليمان أن الناس كيحرقوه كيخبزوا به وكيطيبوا به. نعم. حل حطب يستعملونها كحطب. نعم. هذا ثم هذه الأشياء فيها تيربينات، وبعد فيه مواد طيارة فولاتيل كنسموها إيسانس، وكاين المعروف هو الميرتل، هو ماشي البازيليك، هو الميرتل. هذا يعني ما بقى واحد اللبس الميرتل. هذا شجرة الريحان معروف، الريحان معروف يعني ماذا، لان احنا كنعرفوا النبات بالصوره، كنعرفوه بال عليا كنلمسوه بيدينا، ماشي قلنا هذا. هذه شجرة الريحان كما تفضلتي هي مطهره للجسم، تكلمنا على النظافه الخارجيه وتكلمنا على تطهر كذلك الجسم من الداخل، هي تغسيل الجسم، هي تقتل هذو الطفيليات والبكتيريا. هي فعلا مقويه للقلب؟ عليا ليست مقويه، ما نقدروش نقولوا مقويه ولا معالجه ابدا، انما نقول انها شجره. عليا هذا هو المشكل، لان الناس كيتسناو خلطات وكيتسناو اشياء نقولوا لهم بان غتاخذوا الريحان وغادي نتعالجوا. لا، حنا كنعطيو خصائص النبات وخصائص اي حاجه تكلمنا عليها كنعطيو خصائص. هذه الشجره ممكن تشرب، كتدخل في التغذيه، ليست اعشاب، هي ليست مضره، هذه كتدخل مع التغذية. ممكن النساء يطبخوا بها، يعملوها مع الطبيخ،
يعني كنشوف النساء كيديروا واحد الربطه ديال المعدنوس المقدونيس ولا ربطه ديال القصبر في الكسكس ولا يعملوها في الطياب هكاك يعني بدون تقطع. نعم. يعني عملوا واحد العراش ديال الريحان في الطبيخ. لماذا؟ نعم. ويعملوا عراش ديال الريحان في البراد ديال الشاي. نعم. يعني كيحضروا الشاي يعملوا الريحان مع الشاي عوض النعناع وعوض هذا الشيء ممكن يعملوا الريحان. نعم. يعملوا هذا الريحان مع الحليب اللي بغاو يغليوا حليب لحاجه الاطفال ولا اللي هما يعملوا مع ريحان جيد هذا. ثم ممكن يتشرب لي وحده. هو كشرب لي وحده كشاي يعني شاي الريحان علي فعلي الناس كيعرفوا كيعرفوا غير بعد الايام الشاي ممكن يتحضر من اكثر من 300 عشبه اللي عندنا من هنا في المغرب من منطقه خنيفرة حتى بن سليمان وحتى المولاي ادريس يعني عندنا الاعشاب في هذا الجبل ديال المولاي ادريس انا مشيت تمرقيت اعشاب كيرعى عليهم الماعز معشاب عندنا جيدة وليست مسمومة هي لا تصلح للعلاج ولكن تصلح لرفاهية الناس ممكن ناخذ شراب يعني هاد الناس ما ملوش من الشاي والقهوة يعني مرة كاين بعض الدول كتشرب الكركديل هذه الكركديل كاين في السنغال كاين في مصر كاين في السودان كيشوفوا الناس كيقدموا هاد المشروبات عندها لون وعندها مذاق وعندها كل شيء جيد هي لي بيسكوس وهي مزيانه حتى للناس اللي عندهم ضغط نعم. جيده للضغط هي لان فيها بوتاسيوم وكتخفض شويه الضغط فهذا شجره الريحان تزيل هذه الطفيليات وهذه الاشياء الديدان من الجسم هذه وتكون مع الاكل يشربوها الناس بعد الاكل ومع الاكل لا تستعمل المهم تكون عند الناس في المنازل ديالهم وعندنا في المغرب علينا وعليه الريحان ما كاينش ثمن كبير نعم. يعني ولا كانوا يعرفوا الناس هذه اللي يكونوا مارين بالطرقات ويلقاو الريحان كاين في معموره كاين موجود الريحان موجود يعني يجمعوا بعض الريحان يعملوه ياخذوه معاهم في السياره ديالهم يجيبوه للمنزل ماشي ماشي مشكل ويكون طري ولا يابس بحال بحال لان هي شجره ما كتسقطش الاوراق ديالها لا تخرف دائما هي الخضراء دائمه الخضراء يعني كتبقى هي الاشجار دائمه الخضراء نعم هي عليهم بحال الاوكاليبتيس الاوكاليبتيس ما كيطيحش الاوراق ديال النخيل ما كيطيحش الاوراق فهذا الشجره جاءت في سوره الرحمن جاءت في القران هذه الشجره هي اللي كتمثل الجانب الترفيهي الجانب التجميلي الجانب التطهيري للجسم لان الله خلق لنا مواد غذائيه للطاقه مواد غذائيه تحفظ الطاقه هما اللحوم والقطاني والاسماك والحليب هذه للطاقه خلق لنا مواد تقي الجسم اللي فيها الفلافونويدات واللي فيها البوليفينولات خلق لنا مواد تضبط الهرمونات اللي فيها الفيتوستروجينات خلق لنا مواد يعني غنيه بالماء والاملاح والفيتامينات مواد يعني منعشه خلق لنا مواد ترفيهيه نشربها مثل الشاي مثل البن مثل هذه اشياء الانسان يشرب هذه ما فيهاش طاقه ما فيهاش تغذيه ما فيهاش بروتينات ما فيهاش هذه الانسان يشرب هذه الترفيهيه هذا ان كاين بعض الاوقات الناس كيكونوا جالسين يتكلموا لا شيء واعتدنا احنا في المغرب نعملوا شاي نعملوا قهوه نعملوا ما يمكنش الناس هكذا يتكلموا هكا بدون اي شيء ولا بالتخص كان قرى الضيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قرى الضيف هي التمر والحليب ان الضيف قد تقدم ماشي التمر والحليب ولا اي شيء يعني تنسميه قرى الضيف يعني ملي كيدخل الضيف واحد الحاجه تحط مباشره المغاربه كان عندهم قرى الضيف كانت بالبغرير كانت بالمسمن كانت باللوز كانت بالقرقاع كانت بالتمر كانت شيء كيحطوها للضيف ملي كيدخل الضيف ولا بالبره ديال اسي ولا ان شاء الله ولا يحطوا غير ماء جيد هذا الضيف يشرب كاين هذه الشجره هذه تمثل جميع النباتات الاخرى اللي هي كثيره في الكون الكون ما فيش غير التغذيه في نباتات اخرى ان هذا الانسان خلقه الله يعيش في محيطه عيشه جيده عيشه طيبه وهذه العيشه الطيبه التي ارتضاها الله للبشر سبحانه وتعالى لم يطلب منه بشيء اي ثمن لم يطلب منه لا نقود ولا اي شيء طلب منه الشكر فقط والشكر يكون عبر العباده ولكن كذلك عبر احترام هذه النوامس الكونيه لان عندنا واحد الامر ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فلذلك كانت هذه الاشياء التي تتردد في القران خصوصا القران كان انا كنهتم بالقران الكوني اكيد القران القران هذا ظاهر يعني من خلال شرحكم هذا عنده العلماء ديالو كاين ما شاء الله كاين عندنا علماء يعني في المغرب عندنا علماء ما شاء الله هذه ما عندناش مشكل ولكن القران الكوني ما زالت علاش لان القران الكوني كيمشي مع المعدات ومع التقدم العلمي نعم
أشياء تفسرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء عاد تفسرت الآن دابا، يعني حتى ظهور جنين على شكل علاقة ما كانش يعني صحابة فسروا بتفسير ديال هذاك الوقت، ولكن الآن مع الإيكوغرافيا وصوروا هذاك الجنين كيفاش كيظهر، وصوروه من النهار الأول من مراحل كاملة أو من حتى يعني التسع شهور، صورين يعني النساء مراحل. داروا لهم إيكوغرافيا معاهم وصوروا هذاك الجنين يعني تسع شهور كلها، يعني تصورت مراحل النمو في كندا وفي دول أخرى عليين، وتأكدوا من هذه المسائل، أشياء تفسر الكوني لماذا جاءت هذه الشجرة الريحان هكذا، وأن الناس يسألون عن أعشاب سامة وهذه كتعالج السرطان، هذه كتعالج هذا افتراء. إنما الريحان ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شجرة تطهر وتعطر، أن هذه الشجرة حتى المناطق الموجودة فيها هذه الشجرة هي مناطق غير ملوثة، من دخلنا نحن مع البيو سانسرز هذو اللي كيوريونا اللي عليين كيخبرونا بحالات الحالات البيئة، يعني هذه المنطقة ديال بن سليمان هي منطقة خضراء هي محمية، نعم. هذه المنطقة هذه فيها هذا الريحان يعني بكثرة، عليين وعليين بن سليمان تل سيدي يحيى الغرب تل هذه كلها مناطق سيدي بطاش مناطق ديال قصب التعدان، كل شيء الريحان موجود في أي في في نعم في جميع المناطق، هي عليين هي شجيرة غابوية، شجيرة غابوية تقاوم الحرارة، والأوراق ديالها كيبقاو خضرين طول السنة، ولكن كتخرج واحد الحبيبات يعني فصل سوداء شهر خمسة شهر ستة كتخرج، هما عندهمش دور هذوك الناس عليهم وعليهم غادي يستعملوهمش الناس، ولكن عليهم هما غادي يكون فيهم تركيز ديال هذوك المواد أكثر من من من, من الأوراق، هذه مواد تيربينية هي فيها عليهم، ما غاديش ندخل التفاصيل ديال التركيب الكيماوي لأن هناك أسماء ما نعم كاين اللي هم هو الغاية من هذه، ويعني نتكلموا عليها بطريقة يعني مختصرة، كاين بعض لقيت بعض الردود هناك من يستعمل زيت الريحان او ريحان كيدقوه كيعملوه في الشعر باش كيطول لهم الشعر، يعني هذه كلها لا لا هذه ما كندخلوش الخلطات والوصفات، هذه اشياء يعني. احنا شجره الريحان كشجره يعني نتعاملوا معها كشجره انها داخله في في في, في, في حياه الناس، وانها تمثل القسط الترفيهي والقسط التجميلي، لان الانسان عنده ما ياكل وعنده ما يلبس، ولكن الله سبحانه وتعالى دارنا حتى مواد عندها رائحه زكيه كنجملوا بها، ومواد كتنظف ومواد كتطهر ومواد جيده، كاين واحد العشبه كتمثل مراكش حتى نسيت، كاين واحد مراكش سماوه الغسول، المغاربه سماوه الغسول، هي الاشتان هي نبات الاشتان، نعم سماوه المغاربه الغسول، علاش سماوه الغسول؟ لانه كيغسلوا كيغسل هنا، علاش؟ لانه كيدير واحد الرغوه وكيغسل كيطهر الثياب، نعم كيطهر الثياب، وكان عليهم كانوا كيغسلوا به من قبل، كانوا كيصبنوا به، سماه هكذا الغسول. ثم كاين واحد علي الانسان علمه الله كيف يعيش، أكيد. ثم انه مشى لواحد النبات هذا كنسميوه حنا بالامازيغيه تيغشت، هذه كانوا كيغسلوا بها الصوف، لان الصوف المغسوله بها تيغشت هذه ما كتاكلهاش الحشرات هذيك التينيا، ما كتاثرش في الصوفه، فكان علي كان اجباري، النساء كان اجباري يغسلوا هذيك الصوفه بتيغشت بهذه العشبه هذه، علاش؟ لان عشبه كترغوي، ولان علي ماشي ما كانوا انات، فهذه الاشياء علي الله سبحانه وتعالى خلق في الكون كل شيء للإنسان، وخلق كل شيء طبيعي، ليس بالضرورة الإنسان يمشي هذا. نعم إذا كانت هناك علم، ولكن علي تقدمنا دابا في صناعة أنواع الصابون ولا أشياء هجا، كاين دابا صابون طبيعي، الصابون هو أقدم صناعة، الإنسان عرف الصابون منذ كليوباترا. فهذه الأشياء هذه، هذه الشجرة، شجرة الريحان، يتمثل هذا الجانب، الجانب التنظيفي، وهي في نفس الوقت داخلة مع الأكل، هي تشرب ويغسل بها تستنشق، الناس غير يجيبوا عرش أغصان ديال الريحان يعملوهم في البيوت، لأن هي طاردة للحشرات، هي تطرد الحشرات وتعطر المنزل طبيعيا، يعملوا عرش حتى في السيارات، الناس كيشموا رائحة البلاستيك في السيارات، عندهم كيشموا حتى رائحة الأويل غازويل في السيارات، يعملوا عرش ديال الريحان في السيارة، يعلقوهم في السيارة، يعملوهم في السيارة، هذه غير رائحة جيدة. هذه التيربينات، المواد الزيوت الطيارة والمواد القوية، هي فيها فلافونويدات أولا، فيها ألكالويدات قوية، هي الريحان شجر الريحان فيها ألكالويدات قوية، أنه مذاق الريحان ليس مر، مذاق جيد الناس يشربوه، كي تغلف الماء يشرب بحال شاي يعني هذا جيد. هذه الأشياء هي أولا تطهر وتنظف، ثم أن تسكن الجهاز الهضمي، الأشخاص اللي عندهم غازات
الناس اللي عندهم أشياء هكذا على مستوى الجهاز الهضمي، ثم تطهر الجهاز البولي شرف الله وقدر السامعين. عند المشكل تكيسات مثلا على مستوى المتانة أو على مستوى بروستات وعلى مستوى الجهاز البولي كيكونوا تكيسات، ناس عندهم تكيسات ونعم هذه التكيسات هي هذه شجرة الريحان تطهر هذه الأشياء، هذه تساعد هذه. ولكن نزيد نأكد على أن هذه ليس خلطة للعلاج، هذه من خصائص هذه الشجرة فقط، من خصائص هذه الشجرة. أن وما غاديش يعني الناس يكون عندهم تكيسات يشربوا الريحان يقول لك راه تحيد ديال الكسل، انما هي اشياء تساعد واشياء جيده. نعم. فبما انها موجوده وبما انها غير سامه، ليست سامه، وبما ان ممكن الناس يشربوها عاديا، اذا كانت ممكن الناس موجوده حداهم، انا قلت لك انا المنطقه ديال المسلمين الناس كيحرقوا هذا الريحان كيديروا حطب كيطيبوا به يعني حطب يعني كحطب. فهاد المسائل وسبحان الله يعني هاد سورة الرحمن يعني احنا في التخصص كل عالم في التخصص ديالو من اللي كيقرا القران، علماء المسلمين طبعا كل عالم في التخصص ديالو يبحث عن القران الكوني اللي كيهمو. الناس اللي دارسين جيولوجيا كيقلبوا على الصخور وعلى الجبال وعلى المسائل هذه، الناس اللي دارسين علم البحار كيقلبوا على هذه المسائل، الناس اللي دارسين علوم الاسترونوميا ولا شي حاجه كيقلبوا على الكواكب وعلى السماوات. بحال عاليا انا تخصص عندي علم التغذيه، ف القران كله جريناه فيما يخص هذا الميدان، هذه هو اقوى علم في القران، هو علم التغذيه اقوى علم. يعني كاين الكواكب وكاين علم الفلك وداك الشيء، طبعا كاين خلق السماوات والارض هذه، ولكن كيبقى علم التغذيه وعلم الطبيعه في يعني في القران علم قوي جدا، وكاين ايات قويه. والهذا ملي كنوصل لنا لهذه الايه ديال الريحان دائما كنوقف يعني سبحان الله يعني. وحنا هنا كنتكلموا على الارض، كنتكلموا على الحياه الدنيا ماشي الاخره يعني. كان علاش؟ لان البديه والارض ما وضعها للانام، ما ان الله سبحانه وتعالى وضع الارض للانام طبعا غادي يخلق فيها اشياء وهبط لها الانسان باش يعيش فيها. أكيد. هذا الانسان يجب ان يجد كل شيء، يجد الاكل والترفيه واللبس والمتعه وكل شيء خصو يلقاه في هذه الارض. ونعم نعم ان الله سبحانه وتعالى زينا هذا الكون، زينا هذا الكون يعني علاش؟ شو حتى اشجار من اللي كيعبر من اللي كتجي في القران كتجي مقرونه بالجنه وجنات من نخيل واعناب. فهذه الشجره هذه اللي جاءت تمثل كما قلت الجانب الترفيهي التطهيري التنظيفي التطهير كل شيء فيها. ان من الخارج تطهر الجسم، والناس كل شيء كيتشكل الان، وكاين الناس عندهم روائح كريهه. والناس كاين اللي كيغسل رجله باي شيء، كاين اللي قالوا لي غسل بالقرفه، كاين اللي قالوا غسل بالملحه، كاين اللي قالوا غسل باي شيء الا انه يغسل رجله بالريحان. هو الريحان مفيد. نعم. علاش؟ لان بين الاصابع كتكون واحد تاكلات بين الاصابع اللي فيهم الكانديدا، فيهم واحد خميره خمائر هي اللي كتاكل هذه، كاين خمائر تاكل الاظافر هذه الكانديدا، كاين خمائر تاكل الشعر خلايا الشعر هذه. هذه فهاد المسائل هذه كاين اذا كان مركز، اذا كان الريحان غلى الريحان مزيان يقوي الريحان يغليه في الماء ثم يعمل فيه رجلي غادي يكون جيد. الكوسم خصوص النساء، الريحان كيجي مع النساء اكثر من الرجال هذه. وغادي نلاحظوا النساء غادي يلاحظوا ملي غادي ان شاء الله يغسلوا بالريحان، ملي غادي يغسلوا بالريحان غادي يلاحظوا الفرق، غادي يلاحظوا الفرق. لان تسكين الجلد ربما نغسل الصابون كيأرق الجلد، الصابون ما خصناش نغسلوا وجوههم بالصابون بلا لا عليين كيف ما كان الحال. انا هذه المسائل هذه ما كنبغوش شويه نضيقوا على الناس حياتهم، ما نبغوش نشدوا مع الناس. ولكن الجلد ديال الوجه هو جلد خاص لا يشبه الجلد الاخر في الجسم. كيلاحظوا الناس على ان اي حركه ولا اي حاجه تحرق ولا اي حاجه يعني في الوجه ماشي بحال في اليد، ماشي بحال في الرجل، ماشي بحال في الساق ولا في الفخذ ولا هذه. اكيد كاين فرق. سبحان الله، شوف الحشرات ماذا تختار ملي كتلسع؟ تختار اما اليد الظهر ديال اليد بحال البعوض، ولا كتختار الوجه. كتمشي مباشره دائما، كتمشي للوجه، لان الوجه عنده الجلد ديالو ناعم، وان الوجه فيه سبحان الله الوجه هو اللي فيه دوك الشعيرات الدمويه قريبه جدا، دغيا الدم يخرج ماشي بحال الجلد الاخر. يعني كنلاحظوا على ان الجروح ديال الوجه ماشي هي الوجه، الا حكيتي غير بواحد حكه عنيفه كيخرج الدم. الغسيل بالصابون خصوص بعض انواع الصابون اللي فيها بعض المعادن الثقيله الخطيره، لان كان واحد الوقت الصابون فيه الميركيور فيه زئبق. فهاد الانواع ديال الصابون اللي كان صابون تريغليسيريد، الا كان صابون طبيعي كاين موجود طبيعي دكتور ما كاينش مشكل. ولكن الوجه ما الناس ما يكثروش عليه الصابون. احسن حاجه الوجه هو الماء دافئ.
يغسلوا بالماء دافئ فقط. ولذلك حتى الوضوء ان عندنا احنا في الاسلام ان الوضوء ما كنتوضاوش بالصابون. بس الناس يردوا البال لهذه القضيه دي. الوضوء رغم ان الا كان لي الدين مسخين وغسلنا لي الدين بالصابون ثم كملنا الوضوء العلماء اجازوه، علاش؟ لان لي الدين كنخدموا بهم، ربما يتوسخوا، ربما الان كاين بعض الانواع ديال بعض الاوساخ دهنيه اللي كتلصق باللي الدين ولا حاجه، لا باس نغسلوا لي الدين بالصابون نظفهم ثم نكملوا الوضوء بلا صابون. ما كنتوضاوش بالصابون ابدا. العلماء بريطانيا الان تيقولوا احسن حاجه في الكوزميتيك لوجه المراه هو غسل الوجه بالماء الدافئ مرات في اليوم. ما قالوش شحال، مرات في اليوم. نعم. 7 10 15 ماشي مشكله كاع المدافي. نعم. وكاينين النساء الان دابا في الغرب اللي كيديو معاهم واحد الترموس، كيديو معاهم واحد قين هذيك السخانه فيها الماء دافي باش ما يبقاوش يسخنوا الماء في الخدمه. نعم. دي معاها لتر ديال المدافي، كتبقى تدوز المدافي على وجهها. نعم. كل ساعه كل ساعتين باش هذيك الاملاح ما تجمعش على الوجه باش ما تحب باش ما تحرقاش. نعم. فهاد لو كانوا النساء كيغسلوا وجههم بالريحان. جيد. بسيطة بسيطة جدا، كينظف العينين، هذاك الرجل ما سيتحيد، كينظف الأنف، كيغسلوا وجههم بالريحان فقط، غادي يكون وجه وضاء جيد لامع والجلد ما يتعرضش، لأن المشكل ملي كيكثروا النساء كيكثروا الكوزميتيك كتولي المرأة إلا ما استعملتش الكوزميتيك ما يمكنش تخرج. نعم فعلا. هنا فين كاين فين كاين فين كاين المشكل؟ هنا خروج عن الناموس الكوني، أن الله خلق واحد الخلق وما عرفتش المرأة كيفاش تراعيه. يعني خاصه تراعي الخلق ديال الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لان هذه المسائل امانه عندنا، الصحه ديالنا ولا الجماليه ديالنا خاصنا نحافظوا عليها، هي امانه عندنا فخاص الناس يحافظوا عليها. علاش؟ لماذا؟ لان جميع الاشياء اللي كتفتن الشخص ما خصهاش تكون، حيت الا تفتن ما غاديش يعبد الله جيد. كاين الناس دابا يصابون بامراض كيوقع عليه مرض نفساني، كيولي عنده خاصو يمشي عند طبيب نفساني، مابقاش مرض عضوي، هو مرض عضوي ولكن كيترتب عليه مرض نفساني. هذه عند الناس عند غير المسلمين كيتحبطوا، وهذاك الاحباط كيؤدي بهم الى مرض نفساني. اما المسلم يحمد الله في السراء والضراء، وهنا فين كيظهر قوه الايمان. يعني خاص الناس دائما اي شيء، احنا ما كنقولوش الناس ما ديروش الاسباب، يقلبوا على العلاج ويتعالجوا، نحن مأمورين بالعلاج. نعم. نحن في ديانتنا مأمورين، الإنسان مأمور بالعلاج. ولكن غير ما ينساش. نعم. ما ينساش القرآن، لأن الله كيقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. باش نقراو الآية كلها. يعني هذا خصو يعرف بأن هذه بين ملك الله سبحانه وتعالى، يعني ما أصاب من مصيبة لا يمكن شي حاجة تصيبك وتكون هو دكتور. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. أكيد. وطبعا أكيد. لماذا هذه الأعشاب لا تكون يعني دواء؟ نعم، ولكن في العلم ديالها. نعم. هل الناس اللي كيبيعوا الأعشاب علماء؟ هل هناك أبحاث أجريت؟ هل هناك مقادير حددت؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى احتمل اللي قال لنا انفذوا من أقطار السماوات وبقى انفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. نعم. والسلطان هو المنهاج العلمي والحجة العلمية. نعم. السلطان. نعم. هل هذه الأشياء عندنا؟ هذه العشابة هذو الآن واش هذه العشوبة هذو عارفينه؟ هل العشاب واش يقدر يكتب التركيبه الكيماويه ديال التيربين؟ شنو هي التيربين؟ يقدر يكتب سكوالين؟ يقدر يكتب ريزفيراترون؟ يقدر يكتب اللي يعني هذا يعني الاوروبيين، جزيئات الاوروبيين؟ يقدر يكتب جزيئات الكلوروفايل؟ يقدر يكتب لا وطبعا يقدر يعرف هذه الجزيئه هذه التركيز ديالها ماذا تعمل، ويقدر يعرف هل تتقاطع هل مع شيء اخر في يعني في الجسم. نعم نعم، كل شيء موجود في الطبيعه، الدواء موجود في الطبيعه. نعم. ولكن نحن الان نحذر الناس لان ليس هناك علم، لان ربما الافراط في استعمال هذه الاشياء وعدم استعمالها بجهل طبعا عشوائيه ربما يصيب الناس بامراض اكثر. دكتور يعني كيف نستعمل هذه الاعشاب للعلاج؟ لا 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 يمكن، خاص يكون هناك دراسه، خاص كليات الطب غادي يوصل لواحد المرحله، يعني لا اظن ان من هنا ل 2020 ان شاء الله، ولكن كليات الطب ستعود اجلا ام عاجلا ستعود الى الطب. فاحنا عندنا كليات الطب الان دابا ولاو عندنا في المدن الكبرى كلها فيها كليات طب، من وجده حتى لمراكش حتى لفاس حتى للدار البيضاء للرباط. هناك دول، كاين الدوله الوحيده الان التي تدرس الطب الطبيعي هي الهند. نعم. وكاين دوله متقدمه في العلاج الطبيعي سريلانكا.
سريلانكا متقدمة جدا في الطب الطبيعي، عند الانتجريتيف ميديسين، ماشي الناتورال ميديسين، انتجريتيف ميديسين، هما تيعملوا حتى بالطب الغربي. طبعا ما يمكنش ننكر الطب الغربي، لا يمكن ان ننكر. نعمل بالطب الطبيعي والطب الغربي والطب البديل والطب الموازي، كل شيء نعمله فيه. كان دار الان اذا كانت امريكا الان رجعت البيرسوناليزد ميديسين، يعني شنو هي بيرسوناليزد ميديسين؟ هي الطب الشخصي، يعني كل شخص عنده دواء. اكيد، لان بالفرنسيه الناس ممكن يدخلوا لجوجل، الناس ممكن نعطيو معلومات، يعني يسموها بالفرنسيه لا ميديسين بيرسوناليزي. نعم، كل شخص شنو الدواء ديالو. نعم، فهادو هما كيبتكروا كيبدعوا كيقلبوا، حنا كنتبعوا المقررات اللي كاعلان. يعني حنا ممكن حنا نبدعوا نبتكروا، ممكن حنا كليات الطب تدرس هذه المسائل هذه، ما كاينش مشكل. حنا في التسعينيات لو كنا بدينا في التسعينيات وكانوا الاطباء ديالنا تخرجوا الان عندهم هذا علم التغذيه، كانوا غادي يخدموا احسن، يعني موازاه مع الطب الغربي بالطب اللي قراو، كانوا غادي يخدموا احسن. تكلمنا على هذه شجره الريحان لانها جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الشجره ليست سامه، وتمثل الجانب التجميلي التطهيري، الجانب الجيد للجسم، انها تنفع الجسم بكثير من الاشياء. يعني تكلمتي انت على بعض الاعراض مثل خفض نعم نزيف، جميع النباتات تخفض الضغط. عجيب، سبحان الله. الأشياء التي كتطلع الضغط هي اللحوم والصوديوم، جميع النبات كيخفض الضغط لأن فيه بوتاسيوم، لأن فيه فلافونويدات، بشرط أن يمتنع الناس عن الصوديوم، عن الملح وعن اللحوم. نعم، يعني ماشي خلطة العلاج، احنا كنتكلموا على طريقة العلاج. كاين فرق ما بين طريقة وما بين خلطة. خلطة أنك كتعطيه خلطة تقول لي هاكو، ما كنتحملش مسؤوليتي، أما الطريقة تتحمل المسؤولية. الطريقة شنو فيها؟ طريقة فيها ماتريكس، فيها واحد ستة ولا سبعة الأشياء اللي خاص هذا الشخص يعمله. بعض المرات كتكون ناقصة غير الحركة فقط، ناقصة الحركة ويتعالج الشخص. حنا الفلاحة الآن دابا في المغرب، الفلاحة مثلا، نعطيك مثال، الفلاحة ملي كتنفخ واحد البقرة، نعم، الفلاح كتنفخ ليه البقرة، شنو كيعمل لها؟ كاين اللي كيتقب ليها كرشها، هذا طريقة متخلفة. وكاينين ناس أذكياء، فلاحة أذكياء، ما قاريش على البيطرة، كيجري عليها كيحركها. أنا ضربت هذا المثال على الحركة باش نوري الأهمية. كيحرك هذيك البقرة، كيمشيها، كيسوقها، وكيبقى يجري عليها واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقة، صافي وجيد. سبحان الله. يعني باش نعطيك مثال، بعض المرات كيكون اشياء بسيطه جدا، بسيطه ما كينتبهوش لها الناس، بعض المرات حركه فقط، غير حركه. الشخص الا تحرك والدم دار والمسائل تمشي، يعني ممكن يطرح بعض السموم، وممكن بعض الاشياء تتحسن يعني بكثره. ما يعني مع الاسف والحركه هي اللي ناقصه. احنا طبعا غالبا احنا يعني اللي كنشوفوا داخل الاوساط المغربيه، نعم، غالبا كنديروا خلطه من الاعشاب. شوف، نعم، خلطه من الاعشاب. بسيط عليا، خلطه كاع الاعشاب ممكن تخاد، نعم، ولكن ماشي بالعشوائيه اللي الان الناس كياخذوها. ماشي بهذه العشوائيه، انا عندي خلطه سحريه وانا لقيت هذه وانا. شحال الناس كيعرفوا الاعشاب، كيعرفوا الاعشاب الناس. المغاربه كيعرفوا الزعتر، وكيعرفوا تيميجا، وكيعرفوا الريحان، ولكن وكيعرفوا كما ذكرتم في حلقه سابقه، بان الزعتر يعني رغم انه مفيد راه هو نبته سامه. لا، عليه جميع النباتات اللي كتسمي سامه، يعني لماذا؟ لان الالكالويدات اللي موجوده اللي فاتوا الحد ديالهم، صافي كيعملوا يعني مصيبه. فهذا شجره الريحان، فالنساء عندهم مشكل ديال الدوره الشهريه، وعندهم الام الدوره الشهريه، وعندهم يعني خلل هرموني في المسائل. فهاد لو غير هاد النساء حبسوا الكوليسترول. نعم، الشرط الاساسي ماشي الريحان هو اللي غادي يعالج، يعني يحبسوا الكوليسترول هو الشرط الاساسي. نعم، ينقصوا من الكوليسترول، يحبسوا الكوليسترول ينقصوه، ثم يتناولوا هاد الشراب، شراب هذه الشجره، شراب الريحان. نعم، فاظن ان غادي يكون خير كثير، غادي يلقاو راحتهم على هذه المسائل هذه، وخصوص الالام اللي غادي يحسوا بها. يعني هذه الدوره الشهريه عندها الام. نعم، وكاين نباتات اللي كتزول هذه الالام داخله في التغذيه. نعم، نباتات داخله في التغذيه، ليست اعشاب ولا خلطه ولا غتشي عند العشاب يقول لي رانا عندي ولا حتى هذه النباتات، منها الكرفس. الكرفس. نعم، الكرفس، الناس الكرفس المغاربه كيعملوه في الحريره، معروف الكرفس. نعم، لو هاد النساء اللي عندهم الام الدوره الشهريه، هاد ولا البنيات، كاينين البنيات الان كيمشيو للمستعجلات ملي كيجيو الدوره الشهريه. نعم، لو هاد البنيات يحبسوا عليهم هاد الاكل في الشوارع، ويعطيهم هاد
قبل يومين ولا قبل ثلاث ايام من الدوره الشهريه يعطيهم الكرفس طازج هكا سلطه سلطه من الكرفس ما كاين لا خلطه لا والو اكل سلطه الكرفس ياكلوها ما عندهمش مشكل. نعم هاي ليس هناك مشكل. وهذا هذا شجره الريحان هذه هي تشرب على شكل شاي واللي تسوي الجسم عليه. احنا تكلمنا على نظافه الجسم من الخارج نعم ومن الداخل لان الامراض الجلديه نعم وهي بدات الان المشكل ديال البرص اللي بدا كيظهر الان ابتداء الاطفال ولا عندهم برص لان البرص كان تظهر على الرضيع من فوق 40 و50 عام الفوق عاد كيبان يعني من بعد عندنا البرص بدا عندنا البسورياسيس بدا عندنا الديء بالحمامي بدات عندنا الاشياء هذه لان الامراض الجلديه مازال غادا تبان مازال الهربس مازال اشياء اخرى اللي غادا تبان. نعم يمكن الناس اللي عندهم مشكلة كثرات الان داك الصدفيه كثرت بواحد الشكل غريب. الصدفيه ما عندهاش علاج ليس هناك علاج والعلاج ما غاديش يقدروا عليه الناس لان العلاج هو الرجوع الى المواد الطبيعيه فقط مواد طبيعيه ويجوعوا لنا شويه ويتحركوا ويشربوا الماء بكثره فقط. فهذا هذا الريحان وعليا هذو اللي عندهم صدفيات من الاشياء اللي ممكن يعملوا ما خصهمش يستعملوا الصابون لان الصابون غادي اريتيشن هنا كيدخل الريحان هنا ممكن يغسلوا بالريحان ما كاينش مشكل عندهم هذا. وهذا الريحان كشراب علاش كيهدئ الاعصاب خصوصا اذا تشرب في العشيه كيهدئ الاعصاب كيهدئ الجهاز الهضمي ما كيبقاش الجهاز الهضمي مضطرب في سخان وفي اشياء وكيطهر هذا الجهاز البولي الجهاز البولي كيطهره مزيان يعني هذه المتانه والبروستاتي عند الرجال وهذه الاشياء هذا كينظف سبحان الله كينظف من الخارج وكينظف من الداخل. وهو هذه الشجره التي اقحمت هكذا جاءت في سورة الرحمن مع هذه الأشياء وعلى علاش لأن التعبير فيه ما غاديش ندخلوا تفسير القرآن عليه هنا الإخوان اللي كيهتموا بعلم التفسير هنا كاين نسق لأن ملي كنشوفوا الآيات ملي كيتوالاو الآيات القرآنية خص يكون تناسق ما يكونش تناتر حاشا مع الله فيش يكون تناتر في كلام الله سبحانه والكلام ديالنا احنا ديال المفكرين والشعراء في تناتر إلا قريت الفقرة الأولى غتلقاها متناثرة مع الفقرة الثانية أكيد إلا ما لقيتيش تناتر في الصفحة الأولى غتلقاها في الصفحة 13 هذه. فهنا شوف والأرض وضعها للأنام الأنام كلمة عامة فيها كل شيء على سطح الأرض وفي باطنها وفي جوها والأرض وضعها للأنام وهنا الريحان داخل مع الأنام غير الله جبد هذه الشجرة من دون الأشياء الأخرى اختار الريحان بما أن الله اختار هذه الشجرة الجميلة الطيبة يعني بما أن الله اختارها كما اختار الإبل من الحيوانات يعني الإبل في سورة الغاشية اختار الله الإبل من الحيوانات ولكن اختار الإبل وأحسن حيوان وأعظم حيوان والحيوان الذي لا يشبه خلقه الحيوانات الأخرى ولكن اختار هنا الريحان من الأنام اختار الريحان الله سبحانه وتعالى لأن الريحان هو سيد هذه الأشجار فيما يخص الرائحة والتطهير والتنظيف والمسائل هذه وحتى القضاء على هذه الجراثيم كما تكلمنا يعني طول هذه المسائل هذه هو لا يضر ولا يخمج لأن يعني كاين بعض المرات كتغسل بشي حاجة كتخمج لك الجرح ولا شي حاجة لا أبدا هذا مطهر حتى الأطفال الصغار الولدان هذو لي بيبي حتى الأطفال الصغار ممكن المادية الريحان يغسلوا به ويكون دافئ ماء دافي يكون في الريحان يتعمل في الشاي يتشرب يتعمل في الطبيخ يتعمل في الماكله يتعمل في الخسائن لان عنده فوائد كثيره بلا ما الناس يستعملوا زيوت الميرتل وايل هذه زيت الريحان عليهم الى لقاو الناس بحال الاخوان ديالنا اللي كيعيشوا برا خارج الوطن غادي نلقاو بريباريشنز غادي نلقاو بعض المستحضرات من هذا الميرتل الريحان ما كاينش كثير ما كاينش الميرتل ما كيخدموش به كنتمناو دكتور اللي سمعونا في هذه الحلقه الناس بدا يستعملوا الريحان ان شاء الله تعالى لا هو غادي يبدا يستعمل غير هو ما خصوش واحد الاستعمال ثاني. انا بغيت هذه الحلقه هذه غير هذه الشجره يجب ان لا تهمل نعم طبعا شجره جاءت في كتاب الله وفي سوره الرحمن نعم. فيجب ان لا تهمل يعني ان تستعمل وان كنلاحظوا على ان الزعتر كيتستعمل اكثر من الريحان نعم. هذا تناقض ان الريحان اقوى من الزعتر نعم. وان اشياء تستعمل في الشاي مثل النعناع والشيره ربما غير هذا تعود دكتور هذا نعم. وكاين اشجار اخرى ما شاء الله موجوده نعم. في المغرب وسهله وجيده ورخيصه الصنوبر منهم الصنوبر مثلا حتى اوراق العنب حنا كما كيستعملوا الناس في الشرق الاوسط وحنا ما كنستعملوش لا الشرط ما يكونش مرشوش لان اوراق العنب كارثه في المغرب الا استعملوا الناس كارثه
لأن العنب كيعالجوه الناس وكيعملوا ليه خاص يكون طبيعي خطيرة جدا. مبيدات العنب والليمون الآن في المغرب، مبيدات البرتقال والعنية من أخطر المبيدات اللي كاينة. هذا الشجرة اختارها الله، هذه شجرة جميلة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أي شيء عبث هكذا في الكون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا يمكن شيء يخلق، فيجب أن نتبع هذا الناموس الكوني، أن نستفيد من هذا الناموس الكوني، أن نتبع هذه الخطوط التي رسمها الله سبحانه وتعالى في الكون، لنسعد بهذه الأرض التي وضعها الله للأنام، والتي وضعها الله ليعيش فيها الإنسان. نسعد يعني بهذه الخيرات التي حبان الله بها في بلدنا المغرب الحبيب. شكرا لكم دكتور على كل ما تقدموا لنا.